الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا في مجالس الإنسانية قبل التدين، وتحدثنا عن مفهوم الإنسانية والتدين والفرق بين الدين والتدين، ولماذا الإنسانية قبل التدين، وأن هذا ليس معناه مذهب الأنسنة اللاديني، وتحدثنا عن ما يترتب على ذلك من منظومة القيم والأخلاق وأهمية ارتباط الأخلاق بالدين، وتوصلنا إلى الحاجة إلى القدوة، ثم إلى القدوة الأعظم صلى الله عليه وسلم ومحبته، ثم صرنا في الحديث عن نماذج التعامل النبوي الشريف الذي ربط التدين بمفهوم الإنسانية والآدمية. ومر معنا في الحلقة الماضية تعامل مع ما يحصل من يحصل منهم من الشباب شيء من النزق أو طيش الشباب من التعامل. مرت معنا قصة سيدنا خوات الذي لاحظ أنه يعاكس بعض النساء، والثاني سيدنا أبو محذور الذي كان يستهزئ بالأذان وبالدين، كيف استوعبه صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل مع الشاب الذي جاء بطيش ووقاحة أمام الناس يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا. وقلنا أن في هذا المجلس سنتحدث عن تعامله مع التطرف المقابل، ذاك تطرف في الانفلات التفلت عن الارتباط بالضوابط الدينية، وهناك تطرف في المقابل وهو أخذ الإنسان أو الشاب الذي يقبل على التدين أحيانا يحب أن يأخذ الأشياء بقوة كما يأخذها ذاك النافر بقوة، فيحصل شيء من المبالغة سماها العلماء التنطع، يعني التشدد، ليس التشدد على الآخرين، هذا كلام آخر الذي يؤدي إلى التطرف وتنفير الناس، لا، التشديد على النفس. شكى يعني بعض أهل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان من أفاضل ساداتنا الصحابة، من الزهاد العباد، من أعاظم رواة الحديث الشريف، بعد عن حتى النزاعات السياسية في عصره، وعكف على خدمة العلم. سيدنا عبد الله بن عمرو من الشباب كان متدينا، يعني صواما قواما، وتزوج ابن امرأة جميلة خلوقة، فلاحظت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زوجة عبد الله بن عمر يعني غير مهتمة بهندامها كما يفعلن النساء، غير مهتمة بهيئتها أو بشكلها، فقالت لها، قالت إن عبد الله بن عمر صواما قواما، يعني فهمت القصة، أي أنه غير مهتم بأداء حق الزوجة بسبب انشغاله بالعبادة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشد على نفسه كثيرا في عباداته عبد الله بن عمر، فقرع النبي بابه، يقول عبد الله بن عمر بن العاص كما جاء في البخاري وغيره، قال فقرع رسول الله بابي، ففتحت فإذا برسول الله فألقى علي السلام، فرددت السلام، أدخلته إلى المجلس ووضعت له الوسادة، مخدة من جلد حتى يجلس عليها على الأرض على التراب صلى الله عليه وسلم، قال فوضعت له الوسادة فوضعها بيني وبينه، يعني لم يجلس على الوسادة، جلس على الأرض مثلي، فوضعها بيني وبينه، ثم قال يا عمرو بلغني أنك تصوم الدهر، تصوم كل يوم، قال نعم يا رسول الله، قال يكفيك 3 أيام من كل شهر، قال فقلت يا رسول الله، فقال فتصوم 2 والخميس، قال فقلت يا رسول الله يعني نقدر أكثر، سيبني أصوم أنا أريد أتعبد، فقال له رسول الله صم يوما وأفطر يومين، قال فقلت يا رسول الله، قال فلا زيادة على صيام داود، كان أفضل الصيام صيام داود، تصوم يوما وتفطر يوما، أما تصوم طول الوقت فلا، قال يا رسول الله إني أطيق أكثر، قال ليس هناك ما هو أفضل، فاقتنع وأخذ بكلام النبي، حتى أنه لما كبر في السن قال رضي الله عنه لو أني أطعت رسول الله في 3 أيام لكان خير لي، بدأ يكبر في السن، بدأ يضعف، لكن ما كان يريد يترك شيء قد عود الله تعالى عليه، قد اعتاد عليه في معاملته لله، ثم التفت إليه وقال له إن لأهلك عليك حق، انتبه لصلتك بزوجتك وبأهلك وبأداء بيتك، فإن هذا من الدين معنى الكلام هنا. لكن تأملوا كيف نصحه رسول الله، كان من الممكن أن يقول ادعوا لي عبد الله بن عمر، فإذا دخل يقول له أنت ما تفهم المسألة كذا وكذا، لم يفعل، ذهب إليه. ثانيا، لما أراد أن يتكلم مع شاب عنده اندفاعة وإن كانت نحو الخير لكن اندفاعة غير متزنة، لم يقم هو بينه وبينه، لما طرح ناوله الوسادة لم يجلس عليها، بل أشعره بأني أجلس أنا وياك على مستوى واحد، أي أنه لم يتخاطب معه من فوق بفوقية عند مخاطبته له،
تعامل معه بشيء من التكافؤ في المجلس، ثم لم يقل له آمرك بأن تفعل. قال يكفيك تصوم 3 أيام. يا رسول الله يعني أنا أريد أصوم أكثر. فكذا فكذا، وأخذ يزيد المدة إلى أن قال له لا أكثر من ذلك. هذه مدرسة في الاستيعاب، أيضا مدرسة في استيعاب أن التدين ليس بالاندفاع غير المتزنة. لهذا لما جاب 3 شباب إلى أم المؤمنين يسألونها رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن قيام رسول الله وصيامه، قالت فلما أخبرتهم تقالوا، يعني رأوها قليلا، استقلوا بقيام الرسول وصيامه. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وأما الثاني فقال أصوم ولا أفطر، يعني الدهر كله، وأما الثالث فقال لا أتزوج النساء أتفرغ للعبادة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصل، فقصت عليهم المؤمنين خبرهم، فقال ماذا قلتم؟ قالوا قال أحدنا لا أقوم فلا أنام، والثاني أصوم فلا أفطر، وقال الثالث لا أتزوج النساء. قال أما وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذم هنا ليس في الزيادة في العبادة، انتبهوا، الذم هنا وفيه شيء من اللهجة الأشد من اللهجة التي كانت مع عبد الله بن عمرو، لأنهم في هذه الحالة ربطوا المبالغة أو الزيادة في أداء الطاعات بمعنى خطير، وهو التعالي. تقالوا عبادة رسول الله، رأوها أقل من المطلوب، وأرادوا أن يلتمسوا العذر، فقالوا رسول الله يعني غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني حتى لو قصر هو مغفور له، لكن نحن. فهذه النظرة من ربط العبادة بالتعالي، ربط العبادة بالانتقاص ما عند الآخرين، خطر على التدين، خطر على تدين الفرد، على قلبه، على حاله مع الله، وهي خطر على صلته بالمجتمع بالذين يحيطون به، لأنه يبدأ يتعامل مع المجتمع بتعالي، يصطدم مع المجتمع، يحصل بينه وبين المجتمع إشكالات، فيتصرف بقسوة، فيتحول إلى الإرهاب الذي نراه بعد ذلك. لهذا كان حازما صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الجزئية، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. التدين لا يكون هكذا، ولهذا جاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ما معنى الكلام؟ المنبت الذي يركب الدابة ويسافر ليل نهار لا يريحها، لا يريح هذه الدابة، قال لا ظهرا أبقى، ستموت دابته، ولا أرضا قطع، لن يذهب إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه. قال وكذلك أنت نفسك تحتاج إلى شيء من الترويح عنها، روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت ملت. فجاء هذا المعنى من إيجاد الاتزان، التوازن في مخاطبته لهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. صار عندنا الآن مثالان، مثال من حصل عنده النزق في نحو التقصير في الطاعة وارتكاب المعاصي، ومثال من حصل عنده النزق أيضا لكن باتجاه آخر نحو جعل الطاعة الظاهرة والعبادة الظاهرة بمجرد الاجتهاد دون الوقوف على حقائقها ومعانيها ودون ارتباطها بشؤون الحياة المختلفة. ما الذي ترتب على هذا؟ ترتب على هذا منهج خلفه لنا رسول الله. يأتي سيدنا عمر يجد رجلا جالسا في المسجد يصلي هكذا بشيء من التخشع، ليس بالخشوع، بالتخشع الذي فيه تكلف في المظهر، شوف يعمل هكذا كما يفعل البعض اليوم، لا نتهم أنه غير صادق، لكن المنحة هنا فيه انحراف، فيضرب سيدنا عمر على ظهره ويصلي، يقول ليس الخشوع هكذا، يعني يدقهم من ورائه على ظهره. يجد شخص آخر وهو في المسجد عاكف هكذا متخشع، يقول ماذا تفعل؟ يقول أعبد الله. قال له من أين تأكل؟ يقول أخي ينفق علي. قال له أخوك خير منك، قم وابحث عن عمل، لوح له بالدرة، قال اذهب واخرج، لا أنت عاجز ولا أنت منقطع بمعنى أنك متفرغ لطلب العلم والعبادة مع عدم الاتكال على الآخرين، أنت هنا منتظر من أخيك، لست متجردا. فأقام هذا المعنى من الانضباط، ظهر عند سيدنا علي بن أبي طالب لما تطورت المسألة من التشديد على النفس إلى التشديد على الآخرين. جاء واحد في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد اتق الله واعدل، فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. يتكلم عن من؟ عن سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، الرحمة المهدى، يتهم أنه لم يكن عادلا في تقسيم الغنائم،
لأنه أعطى حديثي العهد بالإسلام أكثر لتأليف قلوبهم لإزالة الضغينة التي كانت من القتال وغيرها. قال: يا محمد اتق الله واعدل، فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. غضب سيدنا عمر، اشتل السيف، أنت تتهم النبي في عدله؟ إذا لي أن أضرب عنقه. قال: لا دعه. ثم حذر من هذه الفكرة أنها ستتطور، هذه النظرة، تعبد كثير مع عدم اشتغال بتطهير القلب، ونظر إلى الآخرين بالاحتقار، تعامل معهم بالتعالي، توهم أن فهم الإنسان هو وحده للدين هو الميزان الذي يحكم به على الآخرين، إلى درجة بدأ يحكم على النبي صلى الله عليه وسلم. علم النبي أن هذا سيتطور إلى فتنة، فقال: يخرج من ضئضئه هذا، من عينة هذا، من نوعية هذا، سفهاء الأحلام، الحلوم، العقول والسلوكيات، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، غالبهم من الشباب ينطلقون بهذه الطريقة، يقولون من قول خير البرية لما يتكلم كتاب سنة، يقرؤون القرآن كما أنزل تجويد على أحسن ما يكون، لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم، يعني لا تعيش قلوبهم، لا تمتزج قلوبهم بنور هذا القرآن فترطب هذه القلوب فتلين. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، لما ترى في كيف صلاته تحتقر صلاتك جنب صلاته، وصيامه إلى صيامهم. طيب هذه أوصاف حلوة. قال النبي: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون. وفي الحديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، إذا لقيتموهم، في الحديث الآخر، فقاتلوهم، فطوبى لمن قتلهم أو قتلوا. طيب فين الإنسانية هنا؟ أنت الآن قلبتها قتل في قتل في قتل، أول إنسانية حتى مع اللي يستهزئ بالدين، ولما جئت عند هؤلاء قلت قتل، قلت أنت على لحظة، الحبيب لم يقتل الرجل، صحيح لم يقتله الذي جاء، لكن قال سيخرج من ضيضئ هذا، ماذا سيحصل منهم؟ هؤلاء سيحملون السلاح، سيقاتلون الناس، سيهددون أمن المجتمع، هنا قتالهم يتقرب به إلى الله تعالى. وبدأوا يظهرون بقوة عند سيدنا علي بن أبي طالب، بدأوا يكفرون سيدنا علي بن أبي طالب، يقولون له: أنت ليس لك علينا طاعة، أنت كافر. ليش؟ قال: سيدنا علي بن أبي طالب حكم الرجال في كتاب الله، هذا مخالف للشريعة، الشريعة أن تحكم بما أنزل الله، فكيف تجعل هناك من يحكم على ما حصل في صفين اللي هو التحكيم؟ يعني تأويل خاطئ عندهم، واعتبروا أنه خلاص حكم بغير ما أنزل الله، كما يحصل اليوم بالضبط في هذه الأيام. حتى قال بعضهم وقد حضر خطبة لسيدنا علي بن أبي طالب: ما أفقه هذا الكويفر، يعني سيدنا علي، يعني ما حصلش كافر، كويفر صغير، فكيف تعامل معهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ هذا درس نحتاج أن نتعلمه، لكن الوقت قد أدركنا، ونحن عند مفترق طرق هنا في الاستيعاب التعامل مع التطرف الذي باسم الدين الذي يتحول إلى ضرر بالمجتمع. هذا خط سنتحدث عنه، لكن قبل أن نتحدث عنه سنتحدث في الحلقة القادمة إن شاء الله استكمالا لمسألة الإساءة والنزق الذي يبرز من الأشخاص تجاهه صلى الله عليه وسلم، عن مفهوم العفو عنده صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالنور. فهمنا الآن من هذه الحلقة أنه في والتي قبلها أنه في التعامل مع النزق الذي يحصل من الشباب ينبغي قبل التصرف بردة الفعل أن نغوص على أعماق الشاب الذي يحصل منه تصرف غير لائق، لنفهم ما الدافع من وراء ذلك، ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها للمجتمع، ما هي الصرخة حتى لو كان بأسلوب خطأ التي تحصل منه تجاه المجتمع، ما سبب، ما هي الرسالة التي يريد يوصلها، ما هي الصرخة، فنعالجه من خلالها كما فعل صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم ارزقنا من البصيرة المنيرة المستنيرة ما نقوم به على أجمل وأقوم سيرة وأطهر وأنقى سريرة، يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين، والهمنا من الرشد ما ننشر به هذا الخير في مشارق الأرض ومغاربها، املأ قلوبنا من الرحمة واجعلنا من أهل الرحمة، واهد شبابنا إلى الخير، واهدنا إلى حسن المعاملة مع شبابنا، واهدنا إلى ما فيه نفع شبابنا، يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.